اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-305-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2005 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه شيفروليه دبابه موديل العربيه 2005. العربيه كل حاجه فيها جديده، العربيه فابريكا بره وجوه بدون جرام بويه واحد. الموتور العربيه الموتور والات الجر والشاسيه والكورونا بحاله ممتازه. العربيه فيها طقم جنط سبور بكاوتش جديد. العربيه بدون اي مشاكل او اي عيوب. العربيه زي ما قلت لحضراتكم العربيه جديده. قبل ما اقول لحضراتكم على طرق التواصل مع صاحب العربيه، على فكره الفيديو اللي معانا النهارده بتاريخ الاثنين الموافق 29/11/2021. الفيديو اللي معانا النهارده بتاريخ الاثنين الموافق 29/11/2021، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربيه، لانه غالبا بيكون باع العربيه. للتواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2005 هيكون على رقم 012-31-47-489. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-31-47-489. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.